السلام عليكم. النهاردة هوريكم ازاي نرسم البلان عشان الانجكشن سايت للفيلر اندر اي. انا مجرد بس الفيديو ان احنا نوضح النقاط بتاعت الحقن فقط، يعني مش الشرح الاسباب و و و و خلافه. خلاص، انا ببساطة باخد خط من الميد فيس، ده الميد فيس، بمشي كده وبعد من اللاترال كانساي بنزل فيرتيكال كده، ومن اللاترال لامبس بنزل لاين كده، ومن الميديال لامبس بنزل خط كده. طب انا هحقن فين؟ عند انا بشوف البون فين، الرمة اهي مثلا، بحقن هنا في البوينت دي بولس على البون، وهنا بالابرة عادي، وهنا بولس، هنا لا، هنا دنجرس اريا. طيب هنا مسموح لي ساب كوتينيوس ديب ديرمس، ديب ديرمس احقن ايه لما يبقى فيه جروب في ايه عشان ما يتحركش، عشان واندر كوركشن علشان خاطر ما يبقاش فيه بولجنج اي. والاحسن ان انا احقن على البون افضل من السبكوتينيوس. طب انا عاوزه اوكي، ما فيش مشاكل، كل واحد وحسب ما يعمل. لو انا عاوزه احقن بالابره، طبعا بخش بيربنديكولار في البوينتس دي وبعمل مساج ليها، وهنا بخش الديب ديرمس واعمل بوينت 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 هنا في الحته دي. طيب انا عاوزه اخش بالكانيولا، مفيش مشاكل، بخرم من هنا وبخش بالكانيولا في اللاين واملى وانا خارجه. طب لو النيزوجيجرا اللي هو اللي هنا لو الفولد هنا، بخرم من ورا من هنا بخش كده، تمام. لو انا عاوزه احقن سبكوتينيوس، يبقى انا كده قلت الطريقتين، يعني بتاعه البون وبتاعه ايه ديب سبكوتينيوس بالكانيولا. تمام، ماشي، جزاكم الله خير.